وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح المغرب؟ هلا هلا والله مرحبا. هلا والله بالشباب، يلا حييهم. كيف حالك؟ طيب ترنا عندك؟ الله يردنا خايبين. قل امين. اقول الله لا يردنا خايبين. اللهم امين. هلا والله مرحبا. هلا يلا حيا. ايش اخبارك؟ عاش مشافك. الله يحفظك. طيب هلا بالزين. ايش اخبارك؟ طيب. هلا والله بقاش. يلا حيا. ايش اخبارك؟ طيب وين باقي شو؟ وين عزيز العيال؟ وينه؟ صدق؟ لازم اشوف اسلم عليه. الله مرحبا. والله انت واعد وتراقب الملاعب. يا سلام. هنا احلى توقعاتك. احسك محنك. والله شوف فارق هدف الهلال. فارق هدف الهلال. وطبيعي مباراة صعبة نهائيات وكان النصر، لكن باذن الله فارق هدف. باذن الله. الله يسمع منك يا رب ونختبر الجميع. ان شاء الله. ايش نسوي اليوم؟ خلنا ننزل. ابشر بي. انت خلي الهلال يفوز يا رب. يا حبيبي. هلا والله زين. يلا حي. ما نشوف ريال نشوف ما ادري عنك والله العظيم انك تحل اي مكان يا حبيبي. الله يطول عمرك يا رب. توقعاتك تكبر. لا ان شاء الله ما جينا نبحث. ان شاء الله بنفوز ان شاء الله. ما الله يردنا خايبين يا رب. الله يسمع منك زين. انت كل ريتنا خايبين. زين اقول الله يرد. لا تدعي لا تدعي. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. اذا ما ليش ساكت؟ انا ما بكذب كلامي. انا عادي اعرف الهلال 2-1. طيب 2-1 ترى انا قاعد جنبك. تذكر كلامي خلاص. الواحد بعد المباراة اقول لك بعد بسجل. عبد اسمع اقول لك بسجل مترو وسالم. هذه متى بوك المباراة؟ الاسبوع الجاي. لا اعطيك اوقات يعني. هدف بالدقيقة. متى فايز؟ متى فايز؟ اصص متى فايز؟ متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ زين. الهدف الثاني لفريق الهلال سجله اللاعب رقم 9 الكسندر مترو. اشوفك. هلا والله. هلا. مبسوط ان شاء الله؟ ان شاء الله. يا سلام يا سلام. ماجد ماجد وين رايح؟ وين رايح؟ ماجد 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 ليه ساكت؟ انا ما بكذب كلامي. انا عادي اعرف الهلال 2-1 تنتهي. طيب 2-1 ترى انا قاعد جنبك. تذكر كلامي خلاص. الواحد بعد المباراة اقول لك بعد بسجل. عبد اسمع اقول لك بسجل مترو وسالم. هذه متى بوك المباراة؟ الاسبوع الجاي. لا اعطيك اوقات يعني. هدف بالدقيقة. متى فايز؟ متى فايز؟ اصص متى فايز؟ متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ عزيز متى فايز؟ تابع فرها زين. زين عبود ما بتفوز. والله اسمع مشاري ما بتفوز. طيب يلا. عندك 45 دقيقة تروح فيها الشوط الأول. حلوين. بعدها راح تزال. بجيك بعد المباراة. أبيك ترجع ناخذ الكاس. طيب عزيز. قلت لك 2-1 كلامي. لا. وعد بعد نص ساعة. بعد نص ساعة. يلا. وين رايح المغرب؟ هم قالوا تعال السوبر مول الهلال يا عمي سيب الهلال واربط كلام.
قدامك فابعث طلب ونقدم. الله يغنيك كسر خيرك ويجمل حالك، ما قصرت والله. هذه للوالدة، هذه للوالدة كلها، خلاص انت اخذت قسمتك يا حبيبي. الله يبيض وجه. والله ماني بوجه هدايا، طاح الشر العذر السموحة. والله معليش والله. ما عبود عبود بلا امسكها يا اخي. هذا وشو هذا؟ هذا اشياء كذا جنوبيه حلاوه كذا، حلاوه هذه واجبه باخذ منها شويه مشعليه. والله العظيم لا لامي 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 لا شبي امك ما بتقول لا بتقول لا لا والله اي والله يجيبها على الوتر الحساس. ايه يا مال العافية. الله يغنيك كثر خيرك والله العظيم. الله يقدرني على رد الجميل. والله ما في، لو انه كلامه كان قلت، لكن والله شيء بسيط، اخذت واجبكم اليوم هذا من عند الوالد. الله ما قصر، شكرا. ويعلم الله اني احبك يا حبيبي، ما حبيت الا اللي يحبك يا حبيبي. شكرا، الله يسعدك يا حبيبي. 1 2 3 4 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
هلا والله مرحبا، اخبارك طيب؟ جاي صد رد اليوم اجل؟ اي والله العظيم. متى جيت؟ جايين الظهر والله. ورجعت اليوم؟ اي والله للاسف. خير جمهور العالم، اقسم بالله اكثر جمهور بالعالم صبر على الفريق ان شاء الله، يعني العظيم صبرنا من ناحيه الكفايه بس عسى الله يعين. معوضة خير، هارد لك وسع صدرك، كل امور طيبه، كلها كويس. هارد لك تشفي الغليل. لا يا رجل كلها كويس، وسع صدرك يا حبيبي. يا حبيبي. هلا والله سهلة. هلا والله. ممكن تذكر لي اسباب العوده؟ ليش؟ شوف الحين، شوف الان، يعني انا اخلاق تجاريه علمتك. شوف هذا شباب. هلا والله مرحبا. هلا والله. هارد لك. بنعوض ان شاء الله. في بطوله ان شاء الله باذن الله. جكار بيعوضون. شن شافك اخيرا ما بغينا. يا هلا والله سهلا. هلا والله مرحبا. الله يحييك. كيف امورك؟ اخبارك؟ اخبارك؟ اللهم لك الحمد. ما بغينا والله، ما بغينا. كم سنه تقريبا؟ والله طولنا صدق. يا حبيب قلبي، الله يحييك. كيف امورك؟ والف مبروك الفوز. الله يبارك فيك يا حبيبي. مي غريب.